باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بتاني أحد أحبائي بزمن الصوم منشوف في الكنيسة تضع أمامنا نص شفاء الأبرص. سمعنا النص اليوم مأخوذ من مرقس. رح سافر أنا وياكم بين المقطعين يلي رواه مرقس واللي رواه متى لحستعين باثنين لأنه في كتير إشياء حلوة تنذكر من غير إنجيله. فإذا رح نشوف الأبرص وين كان موجود قبل ما ربنا يعمل معه العجيبة. منروح على متى بفصل متى الفصول 5 و6 و7 هني الفصول اللي بتحكي عن عزة الجبل. عن عزة الجبل. فإذا سيدنا يسوع المسيح بيطلع إلى الجبل بيجوا العيلة من عنده بيصير يوعظ أطول وأجمل وأروع ما قاله سيدنا يسوع. أصلا إيش ما بيحكي يسوع حلو بس هودي الوعظات من أروع ما ممكن الدين تسمع. الله إيش عم بيقول للإنسان. هالناس اللي موجودين على الجبل مبسوطين يستمتعون بكل كلمة يقولها يسوع. وسيدنا يسوع على الجبل بيحكي عن التطويبات بيحكي عن العالم انه تلاميذه ملح الارض نور العالم عن القتل عن الصوم عن محبه الاعداء بيحكي عن كتير شغلات. والقاعده الذهبيه كيف بدنا نحب ولا تهتموا لانفسكم بما تاكلون وما تشربون بيحكي كتير شغلات. بختام الوعظه سيدنا يسوع المسيح بيقول ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات بل من يعمل بمشيئة أبي الذي في السماوات. اسمعوا شوي على الجبل اللي عم بيسمعوا الناس واحد منهم الأبرص عن مسافة بينه وبين ذاته عم بيقول هذا الكلام بيحكي مع قلبي لأنه مزبوط. أنا ما بعيط له ولا مرة لالله من شفافة، أنا بعيط له للرب من قلبي. فإذا بسأل له يا رب يا رب أنا مش عم بقولها من تمي، أنا عم تطلع من كياني من حبي من قلبي من 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 كل تفكيري. فإذا الأبرص زلمي مؤمن ما قرب على يسوع كل شيء هو عم بيحكي مبسوط عم بيسمع كلام الله. بيقول النص ونزل يسوع من الجبل فتقدم الأبرص بيقرب لعنده. أشو بيعمل الأبرص؟ اسمعوا منيح. الأبرص كان مع يسوع على الجبل شاف كل شيء يسوع بيقوله وحتى سمع كان يسوع على الجبل عم بيعلمنا كيف بدنا نصلي وقال لهم عندما تصلون قولوا برافو أبانا الذي في السماوات. اسمعوا شوي ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك. ركز الأبرص على هالفكرة لتكن مشيئتك. شوفوا شو حلو النص. بيوصل للأبرص أول شغل بيعملها قدام حضور الله لأنه عارف أنا الرجل الذي أمامي مش حي الله نبي. أنا بيني وبين ذاتي بعرف أنه الكتاب المقدس يقول أنه الله سوف يسكن بيننا. إذا كان الله بده يسكن بيننا هي أزبط لحظة ما بقى في غيره. فإذا هذا الذي معنا ليس فقط بنبي إنما حضور الله. أشو بيعمل؟ بيوصل لعنده وبيسجد. بيسجد يعني عم بيقول له أعترف بك أنك أنت هو الله. حط راسه بالأرض. السجود اطلع يسوع المسيح وعرف أنه هيدا الزلمي مش عم بيتصرف من شفافه بالحركات. على فكرة الأبرص منه جاي يضرب ضربة حظ أنه والله إذا شفيتني كتر خيرك ما شفيتني أصلاً أنا أبرص. يعني إجا لعنده وسجد. من بعد ما سجد بيوقف سيدنا يسوع المسيح بيوقف الأبرص وإيش بيقول له ليسوع؟ أول كلمة بيقولها ليسوع بيقول له يا رب. اسمع منيح اسمعوا منيح. بيقول له يا رب وكان يسوع مذكره من شوي مش كل واحد بيقول له يا رب يدخل ملكوت السماوات. الأبرص عم بيقول له سجودي قدامك يا سيدنا يسوع المسيح دليل انه كلمة يا رب عم تطلع من قلبي من إيماني. أنا مني فقط يا رب هون عم بحكي هيك. فإذا أول شغلة بيسجد قدام الله وبيقول له يا رب
بعدين شوفوا هالتهذيب بالطلب. إن شئت فأنت قادر. أنا بعرف أنك أنت قادر، بس إذا بدك. وكأنه عم بيقول بحياتي يا رب، بروحانيتي وبجسدي المهري لتكن مشيئتك. رد له الأبرص لعلى مسامع يسوع صلاة الأبانا، وكأنه عم بيقوله أنا كنت عم اسمعك، أنا عشقت كلماتك يا رب، أنا إن شفيت وإن ما شفيت أنا تلميذ لإلك. الأبرص ما طلب أكثر من هالقد، إن شئت فأنت قادر، خلصت. يسوع المسيح بيروح أبعد من هيك معه. وبتعرفوا كلكم أنه الأبرص إذا حدا بيلمسه بينعدى منه، بينعدى منه. يسوع ذهب أبعد من هيك مشان تيأرجي للأبرص أني أنا بتحدى هذا المرض. لمس الأبرص. شوفوا شو حلوة هالصورة. الله الذي خلق الإنسان بيديه، عم نرجع نشوف الله عم بيرجع يخلق ويلمس الإنسان من جديد بإيديه، ويرجع يخلقه من جديد. ويقول النص اللي راح تسمعوه جمعة الجاي بالنازفة، ولما لمسته قوة خرجت من يسوع. فإذا الأبرص وقت اللي لمسه السيد المسيح خرجت قوة من يسوع المسيح، دخلت في الأبرص وشفه. وين الخبر؟ وين الجميل بكل النص؟ إنه نحن أشخاص مؤمنون بيسوع، هل عم نقول الأبانا الذي في السماوات من شفافنا أو من قلبنا من إيماننا؟ واحد. اثنين، الرب إذا تأخر عليك تيشفيك، إيش بتعمل؟ شو بيكون موقفكم إذا طلبتوا طلب من الله وتأخر عليكم؟ ما هو أصلا بيقول هذا الشيء بالإنجيل، وإذا تأخر الرب أيجد عند الناس إيمان؟ بضل في عنا إيمان، أو إنه رحنا على الكنيسة وطلبنا من الأبونا يجي يصلي لنا أبانا وسلام، هيئته ما مشي الحال، يلا خلص ربنا ما بده يشفي، أو ربنا ما نقول، أو بيحطوا الحق على الخورة إنه والله هيئته الأبونا ما نو ماشي حاله. الرب إذا تأخر عليكم تأنه يجاوبكم، بضل في إيمان؟ بضل في سجود؟ بتضل كلمة يا رب تطلع من إيمانك؟ أو بيوقف إيمانك وبيتهزهز؟ الأبرص عم بيعطي درس من 2000 سنة للكنيسة وللعالم كلياته. اعرفوا كيف تكون تجول عند الله بسجود، بحب، بتسليم كامل، وآخر شيء تقول له يا رب لتكن مشيئتك، ولك إذا أش ما بيصير معي مشيئتك التم. رجاء، حتى نحن هلأ بزمن الصوم، رجاء سلموا حياتكم لله، سلموا حياتكم لله، قولوا له للرب لتكن مشيئتك من قلبكم مش من تمكن. بهالطريقة بتفرجوا للرب انه صرختكم من ايمان، من اعماقكم والتسليم لله دليل حب. هالسبب انتو بتفرجوا للرب انه بتحبوه عبر انه تقولوا له بالفعل لتكن مشيئتك. قولوا نشكر الله.